يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله المولى البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد طه الأمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى ذريته وأهل بيته الميامين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين البارات التقيات الصالحات النقيات الصفيات وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلفو درساتشن قرآن است الله تعالى محكم هنو أنكزوتشننا متشابه هنو أنكزوتشن عند ورد قلت النبر الآيات المحكمة هن الآيات المتشابهة هي مبالو أنكزوتش عند اللو قلت النبر إن شاء الله إذن يعني كذا نيكا قوم نبت انكتلا لما لتنو عند قلتنا الآيات المحكمة بلو مالت ترجمات شو قلت هنو أنكزوتش يتفلقباتشو نقر قلسي هنو أنكزوتشناتشو بلنال الآيات المتشابهة بلو مالدقمو يتفلقباتشو نقر قلسي هنو أنكزوتش تأويل ميسفلقاتشو أنكزوتش بلن قلسنا المالتنا علموش من إلالو متشابه مبالوت بهولة تكفلالو إلالو قسم لا يعلم تأويله إلا الله أندن يوكفل الله تعالى أنج تأويلون آيه كوم كالله تبارك وتعالى لا تأويل نمياك أو يلم ملاله، وهو ما كان من قيام الساعة وخروج الدجال على التحديد ونحو ذلك. أيهم مثاله يوم القيامة ما تندم يكست بس انت يوامت بس انت يوار بس انت يوكن اندم يكست كالله تعالى وجه يمياك أو اندم فطور يلم الله تبارك وتعالى بتجانو أيهن يمياك أو مالتنو عند زوم دجال ماش ندمي وتا بس انتنيو عمت ندمي وتا بس انتنيو ور ندمي وتا بس انتنيو كان ندمي وتا كالله تبارك وتعالى وج يمياكو يلم ما الله تبارك وتعالى يهن سنقرم مالتم الله تعالى بيتا يمياكو متشابه عند الله سنقرم بقرآن من بلوال وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله بلن أزيبو تالي لفظ جلال كقومن مفلقبت الله تبارك وتعالى بيتشا يمياكو تأويل الله كالله ليلة فتروش يمياكو تهونا مالتنو أهون دتكسنو وقسم يعلم تأويله الله والراسخون في العلم ولتن يوكف اللقمو الله تعالى تأويلون ياكوال ترقمون ياكوال عند زوم الراسخون في العلم تبالوت بأوكت سري سددو سوش متمكن هونو أوقات يالله سوش علماء وش يمياكوت يهونا متشابهنا ومالتنا مثاله ما كان من معنى الاستواء المذكور في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يزيه مثالي لمثالي استوى يميلو ترقم الله بقرآن الرحمن على العرش استوى بلو قل سؤال استوى يميلو ترقم بزيها انكسلي الله تعالى يا كوال تأويل ترقمون الله تعالى يا كوال عند زوم بأوقات سر يسددوا علماء وجه متمكنهن علماء وجه راسخون في العلم يتبالوا علماء وجه يزيهن ترقوم الله تعالى أسوق وجوال
فالراسخون في العلم أي المتمكنون في العلم فسروه بالقهر والاستيلاء النزيه أوقات يهلاشو متمكنهن سوج بأوقات سري سددوا سوج علماء وج عند ابن عباس يعني تلا يعلم وجالو بزع علماء وجالو النزيه علماء وج هنا أنكز الرحمن على العرش استوى يا لون استوى يميلون قال بمن ترجمه تال الله تعالى عرش تقوت الترى بلو ترجمه تال مالتنا عند ابن مبارك عند زوم ابن جرير الطبري بتفسيراته أبو منصور الماتريدي ليلوتشم علماء وج هنا أنكز استوى بلو مالت قهر مالتنا الله تعالى عرش تقوت الترى مالتنا بلو ترجمه تال مالتنا سلازيه ሁለተኛውን የሙተሻቢህ አይነት አላሁ ተዓላ ተአብሉን ያቀዋል ትርጉሙን ያቀዋል እንደዛውም ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ራሲኹነ ፊል ዒልም የተባሉት ዑለማዎችም አላሁ ተዓላ ተአብሉን አሳውቋቸዋል ማለት ነው وهو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ايه ሁለተኛው አይነት የሙተሻቢህ ሁለተኛው የሙተሻቢህ አይነት الله تعالى نزاون راسخون في العلم يتبالوتم اوقات يالاچو علماء وچم ياقوتال يالنو الله تعالى بالقران سيجلص لمنالا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الله يزيهن تاويل يزيهن متشابه تاويل ياقوال نزاون راسخون في العلم علماء وچ متمكن يهونو اوقات يالاچو علماء وچم ياقوتال بلو الله تعالى بالقران جلصو لنال مالتنا فيصير المعنى والراسخون في العلم ايضا يعلمون تاويله لذلك الله بالقران ده قال لنا انذيه اوقات يالاچو علماء وچم راسخون في العلم تبالوتم يا استوى لمثال يميلون يا متشابهون انقص ترجم يا قالو ايلوچن متشابهون انقصوچن ترجماچون يا قالو ويقولون امننا به ترجمون يا قتال اندزاون بزي انقص አምነናልም ይላሉ ማለት ነው ይሄንም የተገለጸው ነገር ማስረጃ የሚሆነው يعني راسخون في العلم يهونوا سوج متمكن يهونوا علماء وجه ሁለተኛውን የሙተሻቢህ አይነት ትርጉሙን እንደሚያቁት እንደ ማስረጃነት ምን እንጠቀመው مجاهد ابن عباس يزجبوت النغغر ነው ابن عباس رضي الله عنه منالو انا من الراسخين في العلم انا ممن يعلم تاويلها له اني راسخون في العلم كتبالوت مكاكل عندنا يالو باوقات سر يسدد متمكن يهونو كعلماء وجه مكاكل عندنا انا مما يعلم تاويله اني يهلتنياون يمتشابه اينت ترغمون تاويلون كم ياقو سوجه مكاكل عندنا يبلو جلصوال مكنياتو نبياتن صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لتالق الصحابي دعاء درغولاچوال ابن عباس انتم يتواقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا قوت لجناچو عندي نبياتنا صلى الله عليه وسلم لساچو دعاء درغوا لاچوال نولاچو اللهم علمه الحكمه وتاويل الكتاب يا الله له اهين عبد الله بن عباس حكمه ناستمروا طبب ناستمروا اندزاون يقران ان تاويلم ترجمم استمروا بلو دعاء درغوا لاچوال لذا عبد الله بن عباس من يبالو نبر ترجمان القرآن يبالو نبر يا قرآن ترجمي يبالو نبر يعني ابن عباس رضي الله عنه من الراسخين في العلم ناچو باوقات متمكن ناچو الله تعالى متأويل كسوقاچو علماء وجه مكاكل يمدبالو معناتنو تأويل معناتن معناتنو تأويل متشابهون انقصوچن تأويل مارك جديت አለبن يعني محكماوچن بمسلم ملكو مترجم አለبن وجاوي ترجماچون يزن በውጫዊ ትርጉማቸው በዛሂራቸው መስደድ የለብንም ብለናል ተአዊል ማለት اخراج النص المتشابه عن ظاهره ማለት ነው متشابه الشامي قالن ያዘውን ቁርአን አንቀጽ ወይም ደግሞ ሐዲስ ከውጫዊ ትርጉሙ አውጥቶ ተስማሚ በሆነ መልኩ መተርጎም ተአዊል ይባላል وهو جائز في الايات والاحاديث التي وهم ظاهرها ان الله له يد جارحه او وجه جارحه اهم تاويل ميبالو جائز نو يبقى نجر نو بشريعتين ميبقى يتفقد نجر نو متشابه هونو انقذوچننا متشابه هونو حديثوچن
ውጫዊ ትርጉማቸው አላሁ ተዓላ እጅ ያለው የሚያስመስሉ እንደዛውም አላሁ ተዓላ ፊት ያለው የሚያስመስሉ እንደዛውም አላሁ ተዓላ ሰማይ ውስጥ የሚኖር የሚያስመስሉ ወይም አላሁ ተዓላ ከዓርሽ ላይ የተቀመጠ የሚያስመስሉ ወይም ደግሞ አላሁ ተዓላ ከፍጡር ባህሪዎች መካከል በአንዱ ባህሪ የሚገለጽ የሚያስመስሉ አንቀጾችን ከውጫዊ ትርጉማቸው አውጥተን ተስማሚ በሆነ መልኩ ሙህከማህ የሆኑ አንቀጾችን እንደ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ የሚሉ አንቀጾችን በሚስማማ መልኩ መተርጎም ምን ይባላል? ተእዊል ይባላል። ይህ ደግሞ ጃኢዝ የሆነ ነገር ነው፣ የሚበቃ የሆነ ነገር ነው። ያኒ ሐራም አይደለም፣ ተዕጢልም አይደለም ማለት ነው። አልኢማም አሕመድ ሪፋዒ ረዲየላሁ አንሁ ምን አሉ? ሙተሻቢ የሆኑ አንቀጾችን ውጫዊ ትርጉማቸውን ይዘው ሰዎች እንዳይጠሙ ሲያስጠነቅቁ صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر قالوا أمناتاتشهن تبقوا كم لنا متبقوا تمناتاتشهن متشابهون أنكزوشن متشابهون حديثوشن وجاوي ترقماتشهن يزاتشه بوجاوي ترقماتشهن كما ترقم أمناتاتشهن تبقوا قالوا مكناتهم አላሁ ተዓላ በፍጡር ባህሪ የሚገለጽ የሚያስመስሉ ውጫዊ ትርጉማቸው ማለት ነው አንቀጾችን አንድ ሰው በውጫዊ ትርጉማቸው ከወሰደ በዛሂራቸው ከወሰደና ያንን ነገር ካመነ አላሁ ተዓላን በፍጡር ማመሳሰል ሊወድቅ ነው። አላህን በፍጡር ማመሳሰል ደግሞ ሙስሊም ሊባል አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ሙተሻቢ የሆኑ አንቀጾችና ሐዲሶችን በውጫዊ ትርጉማቸው ይዛችሁ ከመጥመም ከእስልምና ከመውጣት ጥመት ላይ ከመውደቅ እምነቶቻችሁን ጠብቁ። ምክንያቱም فإن ذلك من أصول الكفر قالوا ምክንያቱም ይሄን ነገር ማድረግ ظاهر የሆነውን የሙተሻቢሁን ትርጉም ይዞ መጓዝ ከእስልምና ከሚያስወጡ ነገራቶች መካከል አንዱ ነውና ለዛ ሙተሻቢ የሆኑ አንቀጾችን ظاهራቸውን ወስዶ እምነታችሁን ከማበላሸት ተጠንቀቁ ብለው سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه አስጠንቅቀዋል ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። يا الله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافتا قويتا بوهلا تملسان مدتنا ندقلت نو تأويل ببالو نقر بشريعاتشن جائزي هنا نقر نو متشابه هنا انقصوشن تأويل مارق يفك دال بلان قلتنا وللتأويل مسلكان كل منهما صحيح. تأويل هلتا نت من قدال لو هلتا نت تأويل ألا النادي هلتا نت تأويلوشم هلتوشم تككلنا شو يعني تكبينت على شو ሁለቱንም ዑለማዎች ሰርተውባቸዋል። የመጀመሪያው የታዊል አይነት አልአወሉ መስለኩ ሰለፍ የመጀመሪያው የታዊል አይነት የሰለፎች ታዊል አደራረግ ነው። ሰለፍ ብሎ ማለት وهم اهل القرون الثلاثه الاولى የመጀመሪያዎቹ 300 ዓመት ውስጥ የነበሩት ሰለፍ ይባላሉ። قرن الصحابه መጀመሪያ ሰሃቦች የነበሩበት 100 ዓመት وقرن التابعين كذام تابعينዎች የነበሩበት ከዛ በኋላ የመጣው 100 ዓመት وقرن اتباع التابعين كذام اتباع التابعين የነበሩበት 100 ዓመት በእነዚህ በ300 ዓመቶች የነበሩት ሰዎች ምን ይባላሉ? ሰለፍ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው ይባላሉ። በእነዚህ በ300 ዓመቶች የነበሩት ሰለፍ ይባላሉ ማለት ነው። ሰለፎች اكثرهم يؤولون الايات المتشابهه تاويلا اجماليا ብዙ ሰለፎች متشابهه ሆኑ አንቀጾችን አሻሚ ቃል ያያዙ አንቀጾችን በጥቅሉ ተአዊል ያደርጉ ነበር። ምን ማለት ነው በጥቅሉ ተአዊል ያደርጉ ነበር ማለት? بالإيمان بها ባንቀጹ ያምናሉ ከአላሁ ተዓላ የመጣ እንደሆነ واعتقادي ان المعنى المراد منها ليس من معاني الاجسام እንደዛውም ያምናሉ። እዚህ አንቀጽ የሚፈለግበት የአካል ትርጉም እንዳልሆነ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በፍጡር ማመሳሰል እንዳልሆነ አላሁ ተዓላ በአካል መግለጽ እንዳልሆነ በቦታ ባክታጫ መግለጽ እንዳልሆነ ያምናሉ። አላሁ ተዓላ ከፍጡር የተጠራ እንደሆነ ያምናሉ። بل ان لها معنى يليق بجلال الله وعظمته يلكون ايه انكز لالله تعالى تجبيه هنا
ترقوم اندالو لا الله تقبي هنا ترقوم اندالو يامنالو ولم يعين ذلك المعنى نقرقن بمترقوم بتكزي يكالو انفج ايساتو منبر يعني كالو انفج ايساتو منبر لمثال الرحمن وعلى العرش استوى يميلون كالله تعالى زند اندمت يامنالو الله تعالى بنبياتنا صلى الله عليه وسلم لا يندور ردا منالو عند زوم يزيه انقص ترقوم تشبيه تجسيم اندال هنا يامنالو الله تبارك وتعالى بفطور ما مسلسل الله تعالى بأكل مجلس اندال هنا يامنالو يلكونم لا الله تبارك وتعالى تجبي هنا ترقوم اندالو يامنالو نقرقن من هذا ترقوم استوى لمثلو قال فتش يسطوات منبر استوى يمثلو قال قهارة أبقى بلو أي ترقوم الله تعالى عرش تقوط الترى وإما عرش بلبت أقوي بلو أي ترقوم لك على فتش أي ستؤم نبر وردوا تلك الآيات إلى الآية المحكمة النزي متشابه هنا أنكزو جندمو بمترقوم بتقزي ودماني من لسالو ودى الآيات المحكمة من لسواتش ونبرة ترقوماتش وقلت وده هنا أنكزو يمن لسواتش ونبر لمثالي ليس كمثله شيء وده ميلو أنكز يمن لسو نبر يعني من لسو إهين محكمة يهونو أنكزوشن بمسمى ما ملكو يترقمو نبار مالتنا وسلازيه سلفوش لكالوش فتش يساتو منبار متشابه لهونو أنكزوش لكالوش تشاو فتشن أيساتو منبار الله تعالى بفلقو ملكو بلونو يمي الفوت مالتنا والثاني مسلك الخلف ولتن يدقمو يتأويل أينت يخلفوش منقرنو خلف مالت كسلفوش بوها ليمتو سوش ناشو أهون إسكالن بالدرس مالتنا خلف بالان وهم من جاء بعد السلف فإنهم يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا تفصيليا الذي خلف تبارتكن متشابه وانقذوشن بزرزر تأويل يدرقو نبار بالإيمان بها بانقذو يمنالو واعتقاد أن المعنى المراد منها ليس من معاني الأجسام اندزاوم يمنالو أنقذو لا يتفلقبت بانقذو يتفلقبت ترقوم يا أكل ترجمة يدلم الله تعالى بأكل مجلس الله تعالى بفطور ما مثلا لم يتفلق بتبانكزو بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته يلكون مهانكز لالله تعالى تجبي هنا ترجم ألو بلو يا من ألو وعينوا ذلك المعنى الذي تقتضيه لغة العرب كذا من يرجالو لكالو فتش ستالو عربيا قام قام بمسمى ملكو لزج لكالو من يسأله فتن يسأتون أبر لما سالي الرحمن وعلى العرش استوى يلون استوى مالت قهر مالت نويل له استوى بلو مالت تقوت الترى الله تعالى عرش يتقوت الترى هنا جيتان مالت نبلو يترق ماله وردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة النزيم متشابه هنا أنقذوا تشندمو لم يترقوا بتجزي وده من يملس الشوال وده الآيات المحكمة الشامي قال نالازو ترجماتشوا يتفلقباتشوا نجر قلت ودهنو أنكزوش يملسواتشوال ولم يحملوها على ظواهرها أيضا كالسلف إن سلفوش خلفوشم متشابه يهونو أنكزوشن بظاهراتشوا أي وسدواتشوم يعني بوجاوي ترجماتشوا أي وسدواتشوم أي ترجماتشوم مالتنا وقد صح التأويل الإجمالي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه بزو سلفوشن دقلسنو بتكلم وتأويل سادر قوي نبر لك على فتشن أيسات أم نبر إمام الإمام الشافعي رضي الله عنه التأويل الإجمالي أدر جوال بتكلم تأويل أدر جوال ما تنو ساتشون دم يتوقعوا كسلف يمين ما دبونا شو يتولد متو همسان يو أمثنا وبهجرة قدرتنا يموت تجمو فلت متو أردتنا يو أمثنا وبهجرة قدرتنا ما لتنا فقد ثبت عنه أنه قال الإمام الشافعي من قاله آمنت بما جاء عن الله على مراد الله كالله تعالى بمتون قرباتك علي أمن يلو الله تعالى بفلقوا ملكو الله تعالى بفلقوا ملكو كالله تعالى بمتون قرباتك علي أمن يلو وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوم كرسولات عليه الصلاة والسلام بمتون قرباتك علي أمن يلو رسولاتنا صلى الله عليه وسلم بفلقوا بات ملكو إن يان دم الناس تبوا بأوهاماتشن بمناباتشن إن دمي متو سيهون الله تبارك وتعالى بفطور سيمثلو الله تبارك وتعالى بفلقوا ملكو كالله بمتو نقر أمن يالو ملكتنا صلى الله عليه وسلم بفلقوا ملكو كنبياتنا صلى الله عليه وسلم بمتو نقر أمن يالو بلو بتقلو
تأويلا أدرج والمالتنا. وثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عند زاون أحمد ابن حنبل يتبالو تمتلق عالم التأويل الإجمالي يتبالون بتقلو تأويل يتبالون أدرج وال آية الاستواء الرحمن على العرش استوى أسلم له أنك سنقر من ألو استوى كما أخبر ألو استوى سبل الرحمن على العرش استوى لي كما أخبر الله عندنا قرننا لا كما يخطر للبشر سواج بلباتشو عندما يمت الله شو هاي للم سواج بلباتشو يمت الله شو من دنو بوهماتشو يمت الله شو من دنو تكأمتا تدلدلا باقتاتشهونا بلين يوقتاتشهونا من لم يمت الله شو إيه سيهون بلباتشو خاطر بلباتشو يعني بسواج لب بيمت أو ترقم سيهون الله تبارك وتعالى عندنا قرننا نبلو إجمالي هو نتأويل أدر قوال مالتنا مهم أهون يتكسنا أي إمام أحمد رضي الله عنه إجمالي هنا تأويلنا نعم خلف سلفوش بزوتشو تأويل إجمالي يدر قنبر نقرقين كالنسو مكاكلم التأويل التفصيلي يمدر قنبرة بزرزر تأويل يمدر قنبر مالتنا بتفصيل تأويل يمدر قنبر كذا مكاكل ما نقن يبتل الإمام البخاري رضي الله عنه كسلفنا شو بصحيح البخاري لي تفسير كتاب تفسير القرآن بمبالو كتاب لي منالو كل شيء هالك إلا وجهه يميلون أنك سترقمو إلا ملكه له يا الله تعالى ملك سكر يا الله تبارك وتعالى سلطان سكر ملك سكر ليلو نقر يتأفلالو سبحان الله إيه من يبالل تأويل تفصيلي يبالل وجه ملون بملك ترقمت وجه ملون بمن ترقمت بملك ترقمت سلازي إيه من دنو تأويل تفصيلي نو ليلا الإمام أحمد رضي الله عنه تأويل تفصيلي أدر قوال الإمام البيهقي نزقبت وجاء ربك والملك صفا صفا يميلون أنكز الإمام أحمد سترقمنا له إنما جاء أمر ربك وجاء ربك مالت إنما جاء أمر ربك مالتنا يا الله تبارك وتعالى تأزاز يمت على مالتنا بلو ترقمت نقى يوم القيامة موقف لي يا الله تبارك وتعالى تأزاز يمت على أسقر من أقراتك يكسط له كذا مكاكل ملائكة وش كترة شبت أنبزنون لم يتوقف النزي ملائكة وش بصفو في قومالو بسلف في قومالو كزام سوتشنا جنوتشن بصف يكبوات شوال كزام سلف كسوتشنا كجنوتش مكاكل يانن سلف ميوت أو يلم كزابوتا يميرك يلم كزابو يانن بوتا تلو يميهر يلم با الله تبارك وتعالى فكاد بيهون انجي يوم القيامة لم يكسطو أسقرى من أقروتش قالو كزام مكاكل جهنم دم يتاوقو كسبات مدر بتاتشنات ركنات بتام مع ذلك الله تبارك وتعالى سباش ملائكة وچن أزو النبي سباش ملائكة وچ يتوسنن كجهنم يتوسنن كفل بسن سالت مالتنو يزو ودا موقف يمتالو سواج ودا اللبت بوتا يكاماقن سواج ودا اللبت بوتا يمتالو بهلم ملائكة أج من ألا بهلم ملائكة أج سن سالت ألا ساتن يا زبت سن سالت ألا ودا موقف يا مد أتاني هنسات لمن دنوهم يكستو كافروش يعني مشركوش كإيمانوش هنا ويموتوا سواج إيهم بميوبت كذي بتأم دنقات إسماء شوال يفرالو مكناتهم يعني ساتن لم يتوقوا بتأم برتونات تنكرنات هاي لينات النذي سواج ودسات لم يجاوب سلم ياكو يم يجاوب بتسات سله هنا ينن بميوبت كذي بتأم دنقتالو إن أبوزو أسقرمي نقراتش موقف لي كستالو وجاء ربك ما لدقمو يا الله تبارك وتعالى تأزاز يمدال الله تعالى بتشلوتاو يمي فتراتشو أسقرمي نقراتش يمدال مالتنو بلو الإمام أحمد رضي الله عنه الإمام البيهقي إن دزقوت بزه ملكو ترقمو تال مالتنو وجاء ربك مالت هذا اللم الله تعالى نقا يوم القيامة سويش باندبوتا هنو السوك ملائكة وشيقا بسلفه نو يمت على ما تهدى اللهم ممكن يتم الله تبارك وتعالى انكسك أسي ممتات مهيد ايه هو اللي يفطر بهالي نونجي لا الله تقبيه هنا بهالي ايدا لما لتنو عند سو
يعني بلو يميامن كهونا الله تعالى نجا يوم القيامة كملائكة وشجع بصفهن ويمت عليهم الكهونا إيه سو نديت مسلم بالال يعني الله تعالى عند سوتش عند ملائكة وش عند جنوش بفطر بهالي إياه جلز أوصلهن مالتنا سلذي كسلف وش مكالم تأويل تفصيل يا درجة ألا أهون ده تكسنو الإمام البخاري سلفنا شو تأويل تفصيلي يا درجوال نزوم الإمام أحمد سلفنا شو تأويل تفصيلي أدرجوال مالتنا الله تبارك وتعالى يعني فطروتشن عندما يمسلي تاوك نقرنو النزي متشابهون أنكسوتشن تأويل أدرجن ما ترقوم اللبن متشابهون أنكسوتشن ظاهرة شو الله تبارك وتعالى كفطور جاي مسلسل يمياس مسلو أنكسوتشن تأويل أدرجن محكمات هون أنكسوتشن بمسمع مملكو ما ترقوم ينور بنال جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله.